تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. توج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل الفائزين بكؤوس سمو ولي العهد. جاء ذلك لدى حضور سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مهرجان سباق الخيل على كأس سمو ولي العهد برعاية شركة سيباركو الذي أقيم عصر اليوم بنادي راشد الفروسية وسباق الخيل. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، إلى جانب عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالاهتمام والدعم الذي يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس ومجلس الوزراء حفظه الله للرياضات الفروسية وسباق الخيل والنجاح التنظيمي المميز الذي شهده السباق والمستويات العالية التي شهدها بما يعكس تطور مستوى رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين، معربا سموه عن اعتزازه وسعادته بفوز جواد إصطاب فيكتوريوس إل أوف غورا بكأس سمو ولي العهد للجياد المستوردة. من جانبه نوه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بالرعاية والدعم الذي يحظى به قطاع سباقات الخيل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي لها بالغ الأثر في تطور مستوى هذه الرياضة الأصيلة وتعزيز مكانة المملكة وريادتها ضمن أهم الدول التي تحتضن البطولات على الخريطة الدولية لسباق الخيل، معربا سموه عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على اهتمام سموه ورعايته المتواصلة لهذا السباق السنوي بما يشكل دعما وتشجيعا لرياضة الفروسية وسباقات الخيل، لافتا إلى أن نادي راشد الفروسية وسباق الخيل يولي سباق كأس سمو ولي العهد اهتماما كبيرا من أجل إنجاح مختلف فعالياته، مشيرا سموه إلى ما يشهده السباق من مشاركة قوية ومستويات عالية واستعدادات مكثفة من جانب الإسطبلات والفرسان للفوز بشرف هذه الكؤوس الغالية. وأعرب سموه عن تهانيه للفائزين بكؤوس السباق متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في السباقات المختلفة. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم سموه كأس سمو ولي العهد للجياد المستوردة برعاية سيباركو إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد فريق فيكتوريوس، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس سمو ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي برعاية سيباركو إلى المالك الفائز خالد عبد الرحيم، فيما تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كأس سمو ولي العهد للجياد العربية برعاية سيباركو من السيد محمد خالد عبد الرحيم. كما قام سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس أوكس البحرين إلى المالك الفائز سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس حوار الدولي إلى المالك الفائز مايكل أوين، فيما قدم السيد ديفيد هولدن رئيس شركة هولدن كأس أنكورمان الدولي إلى المالك الفائز خالد عبد الرحيم. ثم قدم السيد علي حبيب قاسم عضو الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس درب البحرين إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس الشوط الثاني من السيدة سونيا كومانو الرئيسة التنفيذية للأسواق العالمية بشركة هولدن. هذا وكان سباق كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل قد اشتمل على 8 أشواط.